حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان ردي ابغل بانه معاك. لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساك، ودايما يفكرني بيك الغياب. لأنك حبيبي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان راضي ابغل بانه معاك. بقالي كتير ما جيتيش. انا مش عايزه افتكر من امتى. وحشك المكان قوي، بس قليل قوي لما كنت بقعد في الصاله. يبقى اكيد وحشك انك تطلعي على المسرح. شريف، انا مش عايزه اعلق نفسي بحلم عارفه اني مش هقدر عليه.
المايسترو هيخش دلوقتي. الو، ايوه يا عمد، الجو في لبنان عندكم عامل ايه؟ لا وحياتك خليهم يظبطوه عبال ما اجيلك. لا بابا ما وافقش، بس ولا يهمك انا هتصرف. طب بقول لك ايه، سلام انتي دلوقتي، هكلمك بعدين. هكلمك، يلا باي باي. ايه دودو عاملة ايه؟ تمام، كويس انك لسه صاحي. وانا برضه هنام دلوقتي. بقولك مش انت كنت اتفقتي مع جميلة انك هتخليها تيجي هنا عشان ترسميها؟ طيب ما كلمتهاش ليه عشان تيجي؟ وانت مالك؟ لم لسانك. قشطة، المهم يعني عايز جميلة في ايه؟ ايه؟ مكسوف تتكلم؟ عادي يعني، اعتبرني زي اختك. ما تتكلم. اصل انا اتصلت بيها وما بتردش عليا. واو، هايل. هايل انها ما بتردش عليا؟ لا يعني هايل ان انت اتصلت بيها. اشمعنى يعني؟ شوف يا ابني، اصل انا من ساعه ما وعيت على الدنيا دي والبنات كلها هي اللي بتتصل بيك. اول مره اشوفك بتتصل ببنت. صدقني غلطان بتكلم معاكي. خلاص خلاص ما تزعلش، هتصل لك بيها. شوف ما بتردش ليه. تنتن. ردت. ما ردتش، دينا قاعدين. عسل. ما تردش عليا انا كمان، واضح ان هي واخده موقف من العيله كلها. تاخد موقف ليه يعني؟ اسال نفسك، اوعى تكون ضايقتها المره اللي فاتت وانت بتوصلها. انا؟ بالعكس. ايوه. بالعكس ايه بقى؟ ما تبطلي اللمضه بتاعتك دي شويه. يا ريت. خلاص يا شيرين. ممكن. اوكي يا حبيبتي، اتفقنا على كل حاجه. يلا باي، مع السلامه. ايه ده يا ولاد؟ انتوا صاحيين لحد دلوقتي؟ طب قولوا لي، احضر لكم العشاء معايا؟ يا حبيبتي انا بشبع لما بشوفك، تعالي. ده ايه البكش اللي احنا فيه ده؟ قول لي عايز ايه؟ بقول لك يا ماما، هو انت كنت اخدتي تليفون جميله اخر مره وهي عندنا؟ ايوه يا حبيبي. ليه؟ طب ممكن بس تراجعي معانا؟ اصل دينا قاعده تتصل بيها وما بتردش عليها. انا برضه اللي بتصل بيها. خلاص اطلبها لك انا يا سيدي بنفسي. جميلة جميلة اهو. غريبة دي، ما بتردش عليا انا كمان. يا ابني ما تريحنا وتقول لنا عملت فيها ايه المرة اللي فاتت. اوه حتى الست الكبيرة ما بترديش عليها. انا لو رديت عليها ادم هيفهم اني مش عايزه ارد عليه، ويمكن ياخد منها التليفون ويكلمك هو. بس ساعتها لا هعرف اكدب ولا هعرف اقوله الحقيقه. بس اكيد من جواكي مبسوطه عشان بيحاول يكلمك، في نفس الوقت زعلانه عشان مش عارفه ارد. بصي، احسن
احسن حاجه انك ترجعي الشغل عشان تقدري تشوفي ادم تاني. حتى دي وفاء مش قادره عليها. ليه بس؟ هو مش بابا قال ان حسام عايزك ترجعي الشغل بسرعه؟ حسام عايز نرجع عشان مصلحته، وعمي عايز نرجع عشان حسام ما يزعلش منه، بس محدش بيفكر فيا انا، محدش بيفكر انا عايزه ايه، وايه اللي ممكن يفرحني وايه اللي ممكن يزعلني. تالي مصمم اني اسلم على زمايلي في الفرقه الشريفه عشان مش معقولة تيجي لغاية هنا من غير ما تشوفيهم يعني. أشوفهم؟ قصدي يعني تسلمي عليهم، حاسبي في عتبة؟ أيوه. بلاش أحسن يا شريف. ليه بس؟ ده أنتِ أكيد وحشاهم قوي، بعدين أكيد حد فيهم شافك من المسرح. أنا مش عايزة أصعب على حد. أنا مش عايزك تتكلمي بالطريقة دي. إيمان مش معقولة، وحشتيني قوي. رشا؟ أيوه رشا يا حبيبتي. إيمان والله كان قلبي حاسس اني هشوفك قريب. قلت لهم ايه برضه في الصاله ما صدقونيش. يلا يا ايمان كلنا مستنيينك ترجعي لنا بسرعه. ان شاء الله. ايمان ايمان ازيك؟ يلا بينا يا شريف. ايمان زميلك الاخراني ده كان مدد ايده. عارفه بس انا مش عايزه اسلم عليك. طب حسب تعبتك معايا. تعبتني ده ايه؟ ده انا اتبسطت قوي النهارده. ليه؟ عشان حاجات كتير، اهمهم ان انا الوحيد اللي قادر اقنعك انك تروحي الاوبرا وتسلمي على اصحابك. طيب ما تفرحش قوي كده عشان مش هتعرف تقنعني باي حاجه تانية اكتر من كده. بقى كده؟ ماشي ماشي، الايام بيننا بقى ست الكل وهنشوف. تعرفي ان ضحكتك حلوه قوي. يمكن عشان اول مره تشوفها. مش تبقى اخر مره. طيب يلا نزلني بسرعة عشان تلاقي مامي قاعدة باصة في التراس. انت عرفتي منين؟ مامتي بقى وانا حافظاها. استغربت لما جيت اخدتني وفضلت قاعدة مستنية لحد ما ترجعني، واول ما سمعت صوت العربية طلعت تبص من التراس. طب سؤال كمان وهسيبك تنزلي. اخر سؤال. اتفضل. هو زميلك اللي في الاوبرا اللي انت ما رضيتيش تسلمي عليه مين؟ سوري يا شريف، بليز بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. أكيد أكيد بلاش. اخيرا هرجع عليكي في البيت. لا ده انا عندي ميتنج بره، بس بعد كده هطلع على البيت على طول. انا قلت كده برضو. طيب باي يا احمد.
اكيد مات من الجوع. انا بقى يا سيدي جبت لك السندوتشات اللي انت بتحبها. يا لسه فاكره الساندوتش اللي بحبه؟ في حاجات كده كتير ما ينفعش تتنسي. انا فهمت من عزه يعني رايحه اجتماع وهترجع البيت مش هتلاقي اكل. وهتبقى العادي كل يوم. ايوه بس اللي مش عادي بقى النهارده ان احنا نتغدى مع بعض. تفتكري هفتح نفسك وانا بتموت ده؟ مالكش دعوه بنفسي يا سيدي، انا اعرف ازاي افتح لك نفسك. ازاي بقى؟ كل سنه وانت طيب. ياه انا كنت ناسي خالص. بس انا بقى ما ينفعش انسى عيد ميلادك. الله حلوة يا بيني. مش على ذوقي. بس انا بلبس سلاسل عشان كده جبت لك سلسلة. مش فاهم. انا يا سيدي عايزة سلسلتي تبقى اول سلسلة تلبسها. نفسي يبقى في مرايه بجد في الاوضه عشان تشوف هي قد ايه حلوه عليك. ميرسي يا ناني جدا. ميرسي بجد. لو عايز تشكرني بجد ما تقلعش من رقبتك. ماشي اوكي. ماشي يلا ناكل بقى. يلا. اتفضل. شكرا يا سناء. لا مش عايز تقولي حاجه. حاجه زي ايه؟ كنت مع مين امبارح؟ مش هنخلص من الموضوع ده. اصل اللبس اللي انت كنت لابسه وانت نازل يعني بيقول ان انت كنت في مناسبه رسميه، يعني خطوبه، فرح، عرض في الاوبرا. عرض في الاوبرا؟ يا سلام. اشمعنى دي بقى اللي وقفت عليها؟ هي الاوبرا بقت تهمه؟ لا بس اصلك بتستسكي عليا يا نهى. ما تقولي من الاخر كده انك فتشت في هدومي ولقيتي تذكرتين في جيب القميص. انا ما فتشتش في هدومك ولا حاجه. انا اديت قميصك لسنيه تغسله والتوتكتس وقعوا منه. طبعا ايمان هي اللي كانت معاك. هي طلبت منك توديها الاوبرا؟ لا انا اللي بقالي شهور بتحايل عليها وهي ما كانتش موافقه واخيرا وافقت. وانت تتحايل عليها ليه؟ وتوديها بصفتك مين اساسا؟ مش عارف ومش من حقك تساليني. مش من حقي؟ واضح انك ناسي خالص انها اخت جوزي. يا سلام، وده يديك الحق انك تبقي وصيه عليها ولا ايه؟ شريف يا شريف انا خايفه عليك. انت ممكن تضعف في اي لحظه وتعترف لها بكل حاجه. لا يا نهى انت خايفه على نفسك مش خايفه عليا انا. طب انت ما فكرتش انها ممكن تكون شاكه فيك؟ مالكيش دعوه. طيب انا بس بحاول انصحك. وفري نصايحك لنفسك. انا بخرج مع ايمان عشان انا عايز اشوفها، عشان انا ما بحسش بطعم الدنيا ولا بقيمه نفسي غير وانا معاها. ما تفوق بقى يا ابني فوق. هي هتفضل صعبانه عليك كده لحد امتى؟ طول ما انا مش قادر اقول لها ان انا اللي خبطتها وعمتها عمري ما هفوق. ايه حكايتك بالظبط؟ احنا من ساعة ما جينا وانت عامل 360 درجة في المكان. يا عم كل وانت ساكت. اكل ايه انا الهوا يعني؟ والاكل ما جاش لسه؟ لا انت مش معايا خالص. انت بتقول لي بقى انت جايبني هنا ليه وتخلصني؟ جايبك تاكل سموحة يا سيدي، يعني جايبك ليه؟ فين سموحة؟ اهي سموحة جت اهي. شكرا. ايوه مرتين. شكرا شكرا. يلا كل معايا. حاضر. شيل المديل. انت مش معانا خالص. ايه ده؟ انت متاكد يا ابني ان دي سموحه؟ لا مش متاكد. دي من سموحه ما حصلتش الا زريطه. يا متر.
تعمل ساعتك يا فندم. يا رب يكون الاكل عجبكم. لا بصراحه الاكل مش هو المره دي. ليه خير يا فندم؟ يا سموحه حصل لها ايه؟ دي بهدله خالص. لا هو الحقيقه يا فندم بس الشيف اللي بيعمل سموحه في اجازه النهارده. جميله. وحضرتك تعرفها؟ ها؟ لا ابدا بس المره اللي فاتت يعني سمعتهم وهو بيندهوا عليها هنا في المطعم. احنا اسفين يا بهوات كلها يومين ثلاثه والشيف جميله تنزل يعني الشغل وتخلص اجازتها. احنا بنستاذنكم الاكل ده حسابه عندنا النهارده. حصل خير. يلا بينا يا ادي. انت ادب. واخرتها محمود. اخرتها في يا باشا. ايه هنسيب الزباين تطفش واحد ورا الثاني وجميله قاعده في البيت مش عايزه تنزل الشغل؟ والله ما عارف اقول لصحتك ايه. قول لي الحقيقه يمكن اقدر اساعدك. خير يا باشا ان شاء الله خير. يا ما حسن الصدف. يعني ربنا خلاني اوديك المطعم ده بالذات عشان تطلب منه دليفري. وجميله تعرف عنوان بيتكم اللي سابته من 18 سنه؟ غريبه اني شفتها صدفه في اسكندريه. انت حاسس اني شفتها قبل كده؟ مش قادر انسى نظرتها ليا يا عصام. هو انت بتفكر فيها من ساعتها؟ غصب عني. كل يوم يحصل كذا حاجه تخليني افكر فيها غصب عني. واقعد اسال نفسي يا ترى ممكن اشوفها تاني ولا لا؟ انا بقى دلوقتي فهمت انت ليه ما كنتش بتسلم قلبك للبنات اللي كانوا دايبين في دباديبك ايام الكليه. قصدك تقول يعني ان ربنا كان شايل لي جميله وانا مش واخد بالي؟ تقدر تقول ان جميله كانت محشوره عندك في اللاوعي زي ما الدكاتره النفسيين بيقولوا. ولما قابلتها اتهزيت اكتر لما عرفت ان هي جميله بتاعت زمان. مفيش بنت قدرت تاثر عليك وانت كبير زي ما جميله اثرت عليك وانت صغير. تفسير غريب قوي. وهو ده اللي مخليك مش عارف تطردها من قلبك وعقلك من ساعه ما ظهرت في حياتك تاني. طب هي ليه ظهرت في حياتي؟ قول ليه ظهرت دلوقتي؟ انت خلاص كتبت كتابك على نهى. انت بتحاول تحب نهى زي ما بتحبك. فاكر ان الوقت والعشره هيخليك تحبها. بس اول ما ظهرت جميله لخبطت كل حاجه. طب تفتكر ممكن تكون جميله عرفت ان انا كاتب كتابي؟ هو انت ما قلتلهاش؟ لا انا لما قابلتها ما كنتش لابس الدبله. الله ده سبق اصرار بقى. لا والله صدفه. انا اصلا ما بلبسش الدبله دي غير وانا مع نهى او مع ابويا. والله مش عارف اذا كانت جميله عارفه فعلا ان انت كتبت كتابك ولا لا. طب ليه ما بتردش عليا؟ مش بس ما بتردش عليك دي كمان ما بتروحش الشغل بقالها يومين. قصدك يعني انها ممكن تكون خايفه اروح لها الشغل؟ طب ما انت رحت لها فعلا. لا 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 يا عصام لا لا انا ما عملتش اي حاجه جميله تخليها تخاف مني او تبعد عني. طب ما يمكن حد قال لها ان انت اتجوزت فقررت ان هي ما تردش عليك وتبعد عنك. طب ممكن يكون مين الحد ده؟ انا ايش عرفني يا عم انا بقول جايز يعني في ايه؟ طمنيني يا دكتورة. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله بس لسه شوية. نحب نسيبكوا شوية مع بعض؟ لا 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 كملي معاها كملي. طيب أوكي. طمني يا دكتور. زينة تعرضت لأزمة كبيرة محتاجة دعم محتاجة تهيئة لحياة جديدة ما فيهاش باباها ومامتها. المشكلة إنها رافضة أي تجاوب مع أي حد ومفيش أي مدرسة قادرة تستحملها. في الحالات اللي زي دي الطفل ما بيعرفش يشتكي أو يعبر عن مشاعره. عشان كده هي حاسة إن كل اللي حواليها مش قادرين يفهموها ولا هيعوضوها عن حنان باباها ومامتها. ولا حتى أنا؟ أنت مش كفاية لأنك اتأثرت بالحالة بتاعتها وبتعيش صدمتها من غير ما تحس. طب والعمل يا دكتور؟ العمل إنها تفضل معانا هنا في جلسات مستمرة أنا والدكتورة رندا
بس اللي هيسهل مهمتنا اكتر انها تلاقي واحده في سن مامتها تقرب منها وتفهمها وتحبها، عشان هي كمان هتحبها. طيب لغايه ما نلاقي الحد ده هنعمل ايه؟ والله يا ريت تاخدها وتسافروا اي حته، اهي فرصه، فرصه تقربها منك. بس انا ما بلبسش سلاسل. عشان كده جبت لك سلسلة. مش فاهم. انا يا سيدي عايزة سلسلتي تبقى اول سلسلة تلبسها. هاي. هاي. ايه ده انت جيت امتى؟ من شوية. على فكرة انا خلصت شغل بدري النهاردة عشان الحق قبل ما تنام. يبقى كده عايزاني في حاجة. هو احنا خلاص ما بقيناش بنقعد مع بعض غير لما يكون في حاجة؟ اه احنا بقالنا كده كتير. بس انا حاسة ان انا محتاجة لك قوي النهاردة من غير ما حد فينا يتكلم في مشاكل ولا يقول حاجة تزعل التاني. جميلة اقعدي اتفضلي. وحشت المطعم كله جميلة. شكرا. انا كنت متخيل انك عيانة اليومين اللي فاتوا دول لحد ما عمك فهمني ايه اللي حصل بالظبط. هو وعدني ان هو مش هيأذيكي تاني، وانا وعدته ان احنا مش هنكذب عليه تاني. لو عايزة تروحي اي حتة استأذنيه وهو مش هيرفض. ساكت ليه محمود؟ ما تتكلم. كلمة اقول ايه يا حسن باشا؟ انا اقدر اتني لك كلمة؟ سمعتي بنفسك؟ خلاص بقى نفتح صفحة جديدة، واديني جيت لك بنفسي اهو عشان اسمعك وعد عمك ليكي. بجيتك غالية عندي يا استاذ حسام. يعني استناكي بكرة في المطعم؟ والله بكره الصبح هتلاقيني في المطبخ. المطعم محتاج لك يا جميله، واكيد انتي محتاجه المطعم. هسألك نفس السؤال. طبعا وحشتني. هو انا عندي جوز غيرك؟ اول مره اشوفك لابس سلسله. يعني تغيير. جبتها امتى دي؟ جبتها لنفسي هديه في عيد ميلادي. ام سوري بجد مش عارفه ازاي نسيت. كنتش مستنيكي تفتكري يا عمو. ليه يا احمد بتقول كده؟ عشان دماغك بات في الشغل وبس. اللي انا بعمله ده لينا احنا الاثنين. لا بتعملي ده ليك انت وبس. اللي معانا احنا الاثنين بيكفينا احنا الاثنين، خصوصا وانت مصمم ان احنا نبقى اثنين وبس. عارفه مشكلتنا ايه يا عزه؟ ان احنا من ساعه ما عرفنا بعض واحنا مستعد للجواز، بس عمرنا ما استعدينا للي بعد الجواز. دينا، هو انت رجعتي في كلامك على انك يعني ترسمي بورتريه جميلة؟ لا بس تبقى تظهر جميله دي الاول بعدين ارسمها. طب ما كلمتهاش تاني؟ كلمتها تاني وتالت بس مفيش فايده.
هو انت قلت لها ان انا كاتب كتابي؟ لا ما افتكرش. ما تفتكريش ولا متأكدة؟ لا ما قلت لهاش، كان عندنا حاجات اهم من كده. طب وماما قالت لها؟ هو ما حصلش قدامي، بس جايز ما كانتش مناسبة. حلوة قوي، ممكن بقى المناسبة دي ما تجيش دلوقتي خالص؟ اها قصدك يعني انك عايز تخبي عن جميلة انك كاتب كتابك، وعايزنا احنا كمان نخبي عليها انك برضو كاتب كتابك؟ من غير لا مضى يا سكر، اعملي بس اللي بقولك عليه وخلاص. يا عم تبقى تظهر جميلة دي الاول وبعدين نبقى نخبي عليها. المهم بقى تدفع كام؟ دينا هو انا قلت لك قبل كده ان انت عسل؟ مش فاهم انا. مش عادي. ده ايه ده؟ التشيك بتاع مدحت منصور. خليه دلوقتي. ليه؟ ده كان المفروض يطلع من يومين يا ابراهيم. محتاج انزل الموقع الاول اشوف الشغل وصل لغايه فين. هتنزل امتى؟ لما ارجع من السفر. انت مسافر؟ ايوه. هاخد زينه واطلع بيها اسبوع الغردقه. الدكتور قال لازم تغير جو. هو انت عرضتها على الدكتور؟ ما انت لو كنت مهتمه كنت تابعت اخبارها وما سالتنيش السؤال ده. الدكتور بيقول زينة محتاجة لواحدة في سن أمها تحبها وتعوضها عن حنان الأم اللي اتحرمت منه فجأة. أنت عارف أنا مشغولة هنا قد إيه يا إبراهيم؟ اللي يحب حد ما ينشغلش عنه، وللأسف رماها. أنت ما قدرتيش تحبي زينة. ماشي يا إبراهيم، ميرسي. وبعدين يا إيمان جرى إيه يا بنتي؟ إحنا رجعنا نسمع الكاسيت من تاني؟ هو الوحيد اللي ما بيزهقش مني. وإنتي ما زهقتيش؟ تقدري تقوليلي حاجة تانية أعملها؟ إلا قوليلي، شريف ما كلمتهوش من ساعة آخر مرة رحتوا فيها الأوبرا مع بعض؟ ليه بتسألي عن شريف؟ اصل هو الوحيد اللي بيقدر يخرجك من الحبسه اللي انت حابسه نفسك فيها دي. هو فعلا اتكلم وفضل يتحايل عليا عشان نخرج، بس انا اعتذرت. ليه يا بنتي؟ ليه عملتي كده؟ مش عايزه اشغله معايا اكتر من كده. هو اشتكالك اصلا عشان تعملي كده؟ وانا هستنى اما يشتكي؟ يا بنتي يا حبيبتي، اللي بيحب وبيهتم باي حد عمره لا بيزهق ولا بيشتكي منه. انت شايفه ان شريف مهتم بيا؟ انا شايفه انه مهتم اكتر بكتير. انت شايفه اللي بتتمنيه؟ نفسك تحسي انه اللي حصل لي ده مش هيمنعني اني احب واتحب، اني اعيش حياتي زي اي بنت. ايمان يا حبيبتي، اللي حصل لك ده مش هيستمر كتير باذن الله. وياما بنات كتير حصل لهم اللي حصل لي ده وعاشوا حياتهم وحبوا وتحبوا. أنا حاسة إني صعبانة على شريف. ممكن يكون بيحس معايا إحساس جديد ما حسوش قبل كده، بس فرحان بيه. إيمان ما تحكميش على مشاعرك ومشاعره بالفشل. حبيبتي إدي لنفسك فرصة، فكري فكري وشوفي مشاعركم أنتوا الاتنين هتوديكوا لفين. على العموم انا مش هتوشك بكلامي ده كتير، وهسيبك تسمع المزيكا بتاعتك براحتك. يلا حبيبتي تصبح على خير يا عمر. حياتك منى.
مبروك يا ستي رجوعك المطعم. مبروك عليا ولا عليهم؟ ده الغرور ده كله. لا غرور ولا حاجه، انا بس حاسه ان ربنا نصفني وراجعه كده بكرامتي. دلوقتي بقى تقدري تردي على تليفونات ادم. مش عارفه انت بتعملي ايه. بشوف هلبس ايه بكره. يا سلام، ومن امتى بقى طول عمرك بتنتشي اي حاجه وتجري؟ يمكن عشان راجعه بعد غيب. لا، عشان عندك امل ادم يجيلك المطعم، وساعتها تعرفي قد ايه انت كنتي وحشاه وقد ايه انت غاليه عليه. وبعدين معاكي بقى. خلاص خلاص، ما هو كده كلمه الحق دايما بتزعل. وفاء، ثانيه ما اشوف ماما عايزه ايه. ايوه يا ماما. يا وفاء، فين يا جميلة؟ وليه ما كنتش بترد عليا الفترة اللي فاتت دي؟ أنا بتهيألي ما ضايقتكيش في حاجة، ولو حد مزعلك قولي لي وشوف أنا عامل لك فيه إيه؟ طمنيني عليكي. أنا كويسة الحمد لله، بس حصلت ظروف كده خلتني مش عارفة أخرج من البيت ولا حتى أرد على التليفون. خير؟ في إيه؟ مش هينفع أحكي لك دلوقتي، أنا في الشغل. طب أنا هجيلك على طول. لا لا لا، ما ينفعش تجيلي هنا. طب قولي لي ممكن نتقابل إمتى؟ آدم إحنا مش هينفع نتقابل تاني بعد كده. يعني ايه مش هنتقابل تاني؟ طب انا مش عارفه اتكلم دلوقتي. طب قولي لي ممكن اتصل بيك امتى عشان تعرفي تتكلمي. طب انا هبقى اكلمك. يلا باي باي. ترابيزه 8 طالب بيبر ستيك ومكرونه بقاله ساعه. فين؟ تحت امرك يا شيخ. خلص اتفضل. تحت امرك يا شيخ. اوردر 4 خلص ولا لسه؟ قدامه 3 دقايق. يا ريت بدري عن كده شويه.